أكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن المملكة العربية السعودية الشقيقة قوة اقتصادية كبرى تعاظم وجودها وتأثيرها اليوم في المشهد الاقتصادي العالمي بفضل الإجراءات التي اتخذها صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتبني المبادرات التي حفظت الاقتصاد السعودي وجعلته يتجاوز التحديات ويحولها لفرص نمو وتطور لتصل المملكة الشقيقة اليوم إلى أعلى مراتب النهضة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لعدد من المسؤولين بالمملكة حيث استعرض سموه معهم جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي والجهود الحكومية المبذولة لضمان حصول المواطن على أفضل مستويات العيش وسط بيئة مكتملة الخدمات وآمنة مستقرة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية استمرار اليقظة والحذر من محاولات زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على المسمار التنموي أو على المسار التنموي المتصاعد في التطور وفي بلوغ أهدافه من أجل نهضة الوطن وازدهار المواطن، لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين لن تسمح بأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية أو استغلال من لا يريد الخير للوطن لبلوغ أهداف الشر، فلا تساهل مع من يريد أن يؤثر على استقرارنا.